سيداتي نساتي سادتي أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه أجواء كرة قدم حقيقية، هنا أجواء نعشقها في ملاعب كرة القدم. معكم فارس عوض يحييكم في تغطية لهذه المباراة. سننقل لكم اليوم مشاهدينا مباراة كرة متقدمة من فوق العارضة، نجاح كبير لحارس المرمى، تدخل كان ناجح هنا لإبعاد الخطورة. الكرة في الهجوم بعد ضغط متقدم وتدخل رائع. ريفالدو، نستعرض في هذه اللحظات تشكيلة فريق يونيون. في حراسة المرمى يتواجد الأيقونة بيتر شمايكل. كايل ووكر سيلعب، الحكم يطلق صافرته ويحتسب كرة ثابتة في مكان خطير جدا. الاعتراف في الوقت المناسب يمنع الخطورة. تألق كبير من حارس المرمى. رمية تماس، واتى التدخل في التوقيت المناسب. ضربة بداية تؤشر على وضع جديد يتأخر في فريق يونيون في النتيجة. هذه فرصة، الله على هذا التصدي، إيقاف لخطورة الكرة هنا ومنع استقبال بوبي مور. الحارس يتصدى للكرة بدون صعوبات. ريفالدو الآن يرجع الضغط العالي في استعادة الكرة. فرصة تضيع والكرة بتعدي.
مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة. أؤكد لحضراتكم بأن الأجواء رائعة، أجواء مثالية لممارسة كرة القدم. أحدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. لدينا اليوم مباراة كبيرة في اليوم الأخير من فعاليات نهائيات الأبطال. لدينا اليوم فريق يونيون ضد أولد بويز. لا أحد يستطيع أن يجزم بما يحدث في مباراة اليوم، لكن بناء على المباريات السابقة أمام مساحة في هذه اللحظات. يا رب بداية قوية، هدف مبكر، افتتاح أهداف مباراة اليوم. مستلف اللعب سريعا، فتشهد رده فعل سريعه من جانب فريق يونيون. سحر نادينيو، مستحيل الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على ابداع، على نهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. جارسينيو بكل شجاعة، اعتراف ناجح. يا سلام، الله على المرور، دفاع في الموعد، بيخلص الكرة. يوم مميز في مشواره، الظهور رقم 400 لا بقميص النادي، رقم يؤكد قيمة الكبيرة هنا، الوصول ل 400 مشاركة. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة، والعربية هنا قد تسفر عن شيء. اكتساح كامل في الهجوم وفي النتيجة وفي كل شيء في الملعب. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا، من المستحيل تعويضها. كرة تحرك الشباك. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف درزا، نتيجة من المستحيل تعويضها. الكرة
الدعم يأتي في هذه اللحظات. قريبة جدا من فوق العارضة وكادت أن تكون في المرمى. مجهود في منتهى الروعة، تألق كبير بحارس المرمى. وتضم للداخل في هذه اللحظات. ينجح الضغط العالي في استعادة الكرة. يا الله، أي تسديدة من أي مسافة، أي كرة، وأي روعة وأي متعة. مستحيل الكرة. مباراة واضح في طريق واحد، الفارق كبير في النتيجة. الآن تأتي المساندة. تصدي ممتاز من حارس المرمى. تدخل ناجح لقطع الكرة. وهنا مع جارفينيو. كلوديا بينا. جيد واستعادة للكرة، فهل يستفاد الآن منها؟ عمل ممتاز. أوهو، كرة بتضرب في العارضة. خطورة موجودة. أي شجاعة هنا في الاعتراف. الشوط أول شرف على النهاية. واضح بأن هناك خلل ما في أداء أصحاب الأرض، الأمر اللي ينعكس على النتيجة. لا يوجد تفسير لما حدث في هذا الشوط. انهيار غير طبيعي وغير متوقع. من الضروري بأن يعود الفريق للوقوف على قدمي مرة أخرى في الشوط الثاني حتى لا تصبح النتيجة أسوأ وأسوأ. شوف المساندة. يا رب، مستحيل. مباراة كانت من جانب واحد، اللقاء بدأ منتهيا بهذا الفارق الكبير. على كل حال، ما زال هناك متسع من الوقت حتى فترة النهاية. الله على التصدي. الكرة إلى التماس. حكم المباراة يقرر إضافة دقيقتين في هذه اللحظات. مخالفة يعلنها حكم المباراة بانتظار القرار الإيجابي.
المشاهدين تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول. نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة الجزاء لشوط المباراة الثاني. المباراة في اتجاه واحد من جانب واحد، النتيجة عريضة حتى لو من الصعب تعويضها. نقل الكرات هنا في محاولة استهلاك الوقت والحفاظ على السيطرة. كلاوديا بينا وصلت إلى كفارديول. ديون مجهود مميز، ضربة زاوية في هذه اللحظات. تشعر بأن هناك حاجة لتسجيل المزيد، لكن سيتوقفون. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. والآن مع جارفينيو بيلعب كرة باتجاه المرمى. تصدي بكل ثبات. ركنية باتجاه المنطقة. مستحيل الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على الداع، على النهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. تتغير وجهة السيطرة. شاهد فرصة في هذه اللحظات. تسليمة لكن الكرة بتعدي، تعتلي العارضة في اللقطة الماضية. حلوة الكرة وحلو التنفيذ لكن الكرة بتضيع. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. تسديدة بتروح بعيدة عن المرمى. سدد بقوة لكن ما فكر في ركن الكرة بشكل سليم. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. رونالدينيو، كرة بتبعد من نيمانيا فيديتش. عمل رائع، محاولة كانت قريبة جدا. يا الله على الفرصة. حسابات غير دقيقة في ركن الكرة تجعلها تخرج في هذا الشكل وبتروح بعيدة عن المرمى. وضعية الجسد وطريقة ركل الكرة تصنع الفارق بالتأكيد. تدخل غير قانوني من وجهة نظر الحكم. قد نشاهد إخراج البطاقة. تأتي المساندة. حلوة الكرة، كانت فرصة هدف لكن التسلل ينهي كل شيء في اللقطة الماضية. تمريرة إلى صلاح، وصلت لمحمد صلاح. فرصة غريبة بتضيع بكل غرابة. انفراد تام لكن التصرف كان سيء بتسديد الكرة بقوة وبعيدة عن المرمى. تمريرة يغير من خلالها جهة اللعب. الكرة في المرمى. الهاتريك يكتمل. ثلاثة أهداف إلى الآن. لاعبة لا تتوقف عن التسجيل. المباراة كانت من جانب واحد، فرق الأهداف كبير وراح يكون من الصعب تعديلها.
هذه هي إعادة الهدف. نشوف التسديدة الرائعة، نشوف الكرة اللي دارت في الهواء وخدعت حارس المرمى وتجاوزته من الشباك. نتيجة توضح لك حالة المباراة، شوف التفاوت الكبير في المستوى بين الفريقين في مباراة اليوم. بيدري، كلاوديا بينا، تسديدة رائعة. حارس المرمى يسيطر على الكرة بكل هدوء. تسديده من مسافه بعيده، تصويبه كانت في نفس المكان الذي يتواجد فيه حارس المرمى. المباراه تدخل في دقائقها العشر الاخيره. مسانده تصل الان، مجهود في منتهى الروعه. تصويبه كانت سهله، حارس المرمى يتصدى. جدا على المرمى، كادت ان تكون في الشباك. عليه ابعاد الكره في هذه اللحظات، يتقدم فيها بمهاره. الله على الاستحواذ على الكره. تدخل وحكم المباراه يحتسب هذا الخطا، سنشاهد هل يكتفي بذلك. تصويبه كانت من مسافه بعيده بدون اي خطوره على حارس المرمى. تسديده ملعوبه قويه لكن تعتري العارضه. ملعوبة إلى غريمالدو، مجهود مميز. الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. شوف الآن تظهر فعالية الضغط العالي. باولو مالديني يبعد الكرة عن مناطق الخطورة. حكم الساحة يشير إلى الحكم الرابع، إضافة ثلاثة دقائق. تدخل ناجح لقطع الكرة. روعة في التسديد، تألق كبير من حارس المرمى. أوهو، خطأ من حارس المرمى، قد يعاقب سريعاً.